مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ويلها في أسرارها تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. دفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. ما بتدخلي؟ لا يا خالي، خليها مرة ثانية، أنا لازم أروح البيت. خب خبهن وعطهن فحل، خليه يرتاح. أصيلة يا بنتي أصيلة، وفيش الخير؟ خيرك علي سابق يا خالي. يلا أنا بسير. صح تذكرت، بغيتي تسالفة. خير يا خالي. Thank you.
حبيبتي حويش جالسة هني، دورت عليش المستشفى كله. جالسة انتظر المطر. المطر؟ المطر حبيبتي، المطر ما يتو بعد ما وقته. خالي الله يهديك، انت بعدك ما نسيت هالسالفة؟ حقي يا بنتي حقي، قلتي لي من سنتين صبر لي ما ينسى طلال لأنه كان يباه، صبرت والحمد لله أن طلال نسى سالفة بيت أمي، لأنه كان مصر أنه نسكن فيه، وأنت الله يهديك مصر أنه ما حد يسكن غيرك. وش أسوي بكم؟ والله نحترت بينكم. احترتي لأنش أصلا ما ناوي السكن ببيت الروحش، وكان عندش حق. شوفي ولادش الحين وين في غيابش، بيتهم مع أبوهم ويدتهم. المهم لو بتعطيني بيت المرحومة يسدني، والباقي حلال زلال عليش. ما يهون علي أشوفه مهجور بعد ما كان عامر بحس المرحومة الله يغفر لها. Needed a place to stay till he got back. Your grandma would be more cooperative and you were so damn clever, this whole thing would have played out differently. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك يا ولدي من الصباح؟ نبني نسمعك ونناشدك عن اخباركم وعلومكم وعن ردتكم من صور. وين سما؟ أنا مشغول الحين، مستعجل عن في المكتب. أي شغل؟ أنت شغلك في المكتب. ما اختلفنا. كيف ما اختلفنا؟ وأنت جالس من الصباح تفرفر من مكان لمكان تدور على محل تبيع فيه تباتر. هذا أنت المثقف واللي تحب الأدب وتشجع الفنون تقول كذي؟ باكر من الصبح بتصير معي وتقدم على ترخيص لمزاولة المحاماة، لأن مكتبك جاهز وما ناقصنا شيء أبد. إن شاء الله. وين تبقى؟ ساير أرقد، ولا هذه بعد يبالها ترخيص؟ علامة كيفة؟ ايش هذا؟ الفلوس. الفلوس اللي كانت في الدكان. تقدر تعدها وتراجع دفتر الحسابات. حويش. أنا آسف يا طلال. ما أقدر أوصل عندك في الدكان. عن إذنك. كثير من التساؤلات التي تتدحرج من كل الزوايا باحثة عن أجوبة تسد منافذ الدهشة والحيرة عن سبب عودتي دون أن نكمل حتى أسبوعا. خير يا بنتي؟ من باكر برد الدوام قطعت قاستي. عرفت انه انت اللي اعطيتي الفلوس. تعودت أساعدهم دائما. بس المبلغ كبير،
فضل خالي علي أكبر. لو ما أعطيت الفلوس كان اضطر إنه يلس في الدكان، على الأقل لغاية ما أرتب أموري. اللي عندي في المحل بيضيع علي وبخسارة لو ما لقيت واحد يمسك الدكان بسرعة. طلال أنا آسفة، أنا ما فكرت إنه. لما تبغى تتصرفي من نفسك بدون ما تشاوريني ها؟ لما تبغى تسوي اللي في راسك وبس؟ كملي لوحتك، يمكن تفيدك. رسمي! ماشي فايدة، ماشي فايدة! وعليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ الخسارة عودة وايد؟ الله يعوض عليك إن شاء الله. هي تفتح الدكان لقيت الكهرباء مقطوعة، الظاهر أن فهد نسي يدفع الفاتورة. سامحة يا ولدي سامحة، فهد مثل أخوك. لا تخاف يا عمي لا تخاف. عيب يلا مرة خصنا. تفضل. خير عمي؟ أشوفك ساير صوب بيتهم ليلى. كيف يعني؟ ليلى ما قالت لك إني بشتري نصيبها في البيت؟ ما تكلمتها؟ أمس جاتني البيت واتفقنا أنا وياها على أن أتنازل عن نصيبي في المزرعة مقابل البيت. كيف؟ تباني أبيع في دكان؟ مكتبة ما دكان. مكتبة دكان محل خضرة في النهاية بياع. اسمح لي ما اقدر. حويش مشغول. مشغول في ويش؟ في الدراسة. يا سلام في الدراسة. كيف يعني؟ تباني اودر دراستي واضيع مستقبلي عشان اشتغل بياع في مكتبتك؟ هيثم صار لي شهرين من جيت ما شفتك ولا مرة ماسك كتاب. بس أراجع مع الربع. الربع؟ عماد ويمعوه هذا اللي ما كمل الإعدادية. لا تفكرني ما أعرف عن سوالفكم. سوالف؟ أي سوالف؟ قيفة ما أسمح لك تتهمني. بس احتراما لك يا أخوي العود أنا وافقت. وافقت عويش؟ قيفر أشتغل في المكتبة. لا خلاص أنا غيرت رأيي، ما المفروض أني أشغلك عن دراستك وخصوصا أن الامتحانات قربت. ما كذي؟ يلا روح روح غرفتك وذاكر، ما أبى أشوفك إلا والكتاب في يدينك. فهمت ولا لا؟ هيثم يا ويلك ويا سواد ليلك ويا غياب ظهرك لو ما نجحت هالسنة وبنسبة. فهمت؟ Thank you.
خالي ما نسيت، باكر ان شاء الله بنصير الاسكان ونخلص كل الاجراءات. طلال؟ لا طلال ما رد، وش فيه؟ ما ادري يا بنتي، بس حسيت اتضايق انش بتبيعيني بيت امش. كيف انتي ما خبرتي؟ انشغلتي؟ نسيتي؟ لا 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 يا بنتي، مثل هذه الامور ما تنتسي. ايه والله اني مستحي منه، فهد تسبب له بخساره كبيره، كل البضاعه الا في الثلايات خاست لان فهد ما دفع فاتوره الكهرباء. اسمعي، ما تطوف هذه الليله الا ومخبرتنا، فاهمه؟ يلا توافقي خير، مع السلامه. فيك كم مرة حوش ما رديت. طلال حوش ساكت. صرت أخاف من كلامي، أخاف يطلع موازي للي يصير لي، يمكن ما تتحملي. خسرت في الدكان بعد ما ودر فهد كانت كبيرة، وخسرت الأكبر البيت، وفي الخسارتين أنت السبب. من متى تخططي أنت وخالش أنش تتنازلي على البيت؟ ها أكيد من يوم ما قلت لك نرممه ونسكن فيه بدل ما ساكنين في بيت أبوي. خالي شريك فيه، يعني من حقه ياخذه. يعني من سنتين لما قلتي لي انتظر كنت تضحكي علي؟ تراني احترت، ما اعرف حوش حاسه انك تدور على سبب. كنت تبانا نسكن فيه، خلاص اقتنعنا ان هني احسن لنبني الفيلا الجديده. وشك فجاه صار لي غرض في البيت غير السكن، كنت بوسع الدكان حمحل كبير. وين هالتفكير قبل هاليوم؟ خارج له ورث، وممكن تعطيه اياه نقدا وتتراجع عن بيعه البيت. ما اقدر لان عيب ارد في كلامي. هذا هو، لانش باغي البيت حخالش. خير، من وين هالصوت؟ ليلى وطلال علامهم.
ليلى بتبيع بيت امها حخالها علي. المفروض من طلال انه شلها الموضوع من باله من زمان، وبيني وبينش اي شيء في علي احسن يكون لصالحه. لصالح علي؟ عشان ينطم ويسكت. يسكت عن ويش؟ قصدي اقول يعني طلال ايش يباله ذاك البيت متكسر؟ ما ساد لنا هذا البيت الواسع؟ يقول لي انا ببني له اكبر عنه بس. سير نجدة، طلال محتاج يسمع منك هالحكي، حسس انه غالي عندك. حويش، انا قصرت عليه بشيء؟ ما اعرف، بس هو حاس انك تفرق بالمعاملة بينه وبين جيفر. قلت له ان ابوك بيعوضك عن خسارتك في الدكان. قال لي. وايش قال ليش؟ قال لي حويش انا جيفر. طلال يا طلال. خير؟ جيفر في غرفته؟ ما حاله مكان ولا حال حد غيرها. بعد اليوم بتباتي عند امش؟ عندي شغل جاي اخذ كتبي ومراجعي. ما تقدري تجيبيهم مني؟ هذا بعد بيتش. اكيد، بس الكتب كثيره. ما اعرف هالسوالف، بس ما يستوي ما تسيري وتردي حبيتش. انا ما اعرفه وش سالفتك انت وليلى. انا اذنش عندي موضوع لازم اكمله. وموضوعش مع جيفر من بكمله؟ سما، نسيت عنك شيء يا طلال. محشوم يا ابوي. انا طول عمري ادابكم يا ولدي، واقول حكي الواحد فيكم اللي محتاج شيء يتكلم ويقول. وفي من تعطيه بلا قول ولا طلب؟ شيء ما طبيعي بيني وبين جيفر. يعني اللي بيني وبين طلال طبيعي؟ اللي بيني وبين طلال سوء تفاهم وبين حل، بس اللي بيني وبين جيفر غير. وش صاير؟ الظاهر هذه أشياء، ما شيء واحد. Thank you.
الليلة؟ جيفر ما حد وخفت انام روحي. وايش الفرق بين هني وهناك؟ قصدي ما في حد يقومني حد دوام. قنعيني بغير هالعذر. صح تذكرت، موزة قالت لي جيفر بيفتح مكتبه واكيد مشغول. يفتح مكتبه؟ وعمي مجهز له مكتب محاماة؟ على العموم مكتب المحاماة طموح عمي الخاص، علشان سألي بنتش. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام. ها راحت عليك نومة؟ لا نمت ولا عندي خبر. أكيد كنت مقابل فهد. إلين خلص مذاكرة وصلى الفير وشرب ذاك الكوب الشاي وراح على الامتحان. الله يوفق إن شاء الله. آمين. لكن كيف؟ ليش ما سير الشغل أنت اليوم؟ شغلي المساء، قلت أمر المزرعة شوية. يعني اليوم تساعديني في الشغل ماكلي؟ شوف ذيك المنامة، سير ارقد وارتاح والشغل لاحقين عليه بعدين. ماشي حكي، بالأول تسير وترتاح. فلت أقولك فلت توكم كيف قابض يا غريب؟ كون أديب ولا رحل، وانتم من سمح لكم تخلوها الرجال الغريب يقاسم زرعكم. بس وسك، هذا رجال منا وفينا، رضيت ولا رضيت؟ منكم انتو
أبني أني ولا أني ما أحبه. لا عاقبني منه. بس هذا ما في أدب. نعم إنه ما في أدب. بعيسى هذا بعكورة شوية. طبعا شفت المريلة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا مرحبا. خير؟ وش المشكلة؟ ما استوى شيء يا ولد. كيف بتسكت عن هذه المرة؟ رايح أنا غلطان. لا أنت ما بغلطان، هو اللي غلطان وستين غلطان. ها كيف الحين؟ أنا وياري بنتصافى. توكل أنت يا الملازم. هلا بالطلبة الشطار. ها بشروا سبع ولا ضبع؟ أقول بشروا كيف الامتحان؟ لا تسألني أنا، اسأل هيثم يقول لك حال الأسئلة كلهن. هيثم؟ معقولة؟ يا حظي جالس عند أشطر طالب بالمدرسة وعيني على ورقته وانقل طال عمرك. المهم اني انجح وافتك من جيفر وتهديداته. خلا روحنا. روحنا. خلي الموضوع انا بشوف. وايش اسوي؟ اكون انا اللي افرق بين العائله ولا اتريا تنكشف كل الامور على مهل؟ من بيستوعب اللي بقوله؟ وكيف بنتأكد؟ دليل اللي معي ضعيف، لأن عمي أكيد أكبر من اللي موجود في الملف. ولا حويش لين تو؟ وكيف أصلا؟ شيء ما ينفهم، ولو انفهم ما يتصدق. مشغولة وهو مشغول. يستوي هالكلام؟ يعني ما حد غيركم في هالدنيا انشغل؟ نحن متفقين أيام وبس.
سعد وينك لانتو؟ الساعة قربت 12 يا ولدي. حشا انك ما بتتروحك، يا تيني يا ايك. لا تحايلني، ما بخليك تبات روحك ببيت خلي. تعال اترياك، تراك معورتولي في وادي، انت في بيتك وسما في حجرتها، وايش مستوي عليكم؟ لا تتأخر، وداعة الله. والله وكبرت يا سيف، سيف بن ناصر الحلاوي. آه يا زمن، تدور الأيام وأبعد عن بلادي وأشوف ولدك هني يا شريفة، ولدك اللي كان المفروض يكون ولدنا. أبويا أنت هني؟ خير يا بنت. ليش ما راقد؟ ما يالي رقاد يا بنتي. أبا نشدك أبويا، الضابط اللي شفته اليوم تعرفه؟ من هنا أعرفه يا بنتي؟ مدري، بس حسيتك تشوف عليه وكأنك تعرفه. لا يا بنتي لا، بس انتي تعرفيني اني انا ما احب الشرطة. مشي رقدي يا بنتي، وانا بعد بمشي ارقد ان شاء الله. Thank you.